أنا الاستنتاجات ديالي في هذا الخصوص هو كالتالي، هي أو هي كالتالي: أولا، هذا وضع مستمر ونهائي، بمعنى أنه لا يمكن التراجع عنه، هو لا يقبل أي شكل من أشكال التفاوض للتراجع، يعني أنه لا يدخل في نسق أي مجال التفاوض حول الأرض، كما ذكر ذلك جلالة الملك باعتباره قاعدة أساسية في أي مشاورات مستقبلية، بمعنى أنه هذا الدخول المغرب وسيطرته على هذا الممر هو يدخل في إطار الاستمرار في النهج الذي يرتبط بالحيازة الأراضي المغربية، وبالتالي التي ليست آلية من آليات التفاوض حول وضعيتها القانونية أو الواقعية. إذن هذا الاستنتاج الأول. الاستنتاج الثاني هو أن الأمر يعني سيتيح للمغرب طبعا استمرار في التحكم في التجارة مع موريتانيا ومع باقي الدول الإفريقية، وهو يعزز هذا النسق المغربي الإفريقي، وبالتالي يدخل أيضا في هذا البعد الاستراتيجي. إذن هذا السنة اللي كان فيها هذا الحدث هو حدث يجب أن يبقى يعني في ذاكرة المغرب والمغاربة في علاقتهم بالوحدة الترابية، كما هي أحداث كثيرة صنعت التاريخ والمجد المغربي من معارك كمقالة و بيرنزران وغيرها من المعارك الأخرى، أو أحداث ووقائع كما حدث في 76 بعد بيعة شيوخ وقبائل واد الذهب لجلالة الملك المخور الحسن الثاني. إذن هذه المحطة التاريخية محطة أساسية تبقى في الذاكرة للاحتفال بقوة المغرب وبذكاء المغرب وحنكة قائد المفضل جلالة الملك محمد السادس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.